عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح طريقة إنشاء نظام الإنذار الآلي. طبعا نظام الإنذار الآلي يفيدنا في إنه يتحسس من وجود اللصوص أو الحيوانات أو أي أحد يدخل في مجال رؤية لمكان معين. عشان أنا أنشئ هذا النظام أحتاج مايكروبيت اللي هو هذا، وجهاز الطنان الكهربائي اللي هو الجرس اللي يطلع لك الصوت هذا، وأحتاج مستشعر الحركة اللي يحس بدخول الحرامي أو الحيوانات أو أي كائن غريب في مجال الرؤية حقته. لما يدخل الحرامي في مجال الرؤية للمستشعر، يقوم بإرسال إشارة للمايكروبيت، وبالتالي يرسل هذه الإشارة إلى الطنان الكهربائي ويطلع صوت تنبيه. لكن لما يكون الحرامي أو الحيوان خارج مجال الرؤية بهالشكل، يكون هنا مثلا واقف، ما راح يحس فيه المستشعر ولا راح يرسل أي إشارة صوتية تنبيهية. طيب خلونا نبدأ مع بعض ونشرح. المايكروبيت عبارة عن فيه عبارة عن خمس مدخلات، الجراوند 3V، B2، B1 والB0. طيب هذا الجراوند يعني الطرف السالب حق الطنان حيروح للجراوند. الـ3V اللي هو مصدر الطاقة اللي يمد الدائرة الكهربائية هذه كلها بالطاقة الكهربائية، يعني هنا لو لاحظتوا ما نحتاج إلى بطاريات. والـB2 هنا اللي هو مستقبل الإشارات، يستقبل إشارة 0 أو 1. 0 يعني ما في أحد في مجال الرؤية فبالتالي ما راح يطلع صوت. 1 لما يدخل الحرامي أو الحيوان مجال الرؤية فحيرسل إشارة 1 وبالتالي يصدر عندي عملية الصوت. يلا خلونا نشبك الحين الأشياء مع بعض. في البداية هنحتاج نوصل الطرف السالب للطنان على الجراوند بهالشكل. دقيقة بس، حابة أني ألغي السلك هذا كله وألف الطنان بهالشكل عشان يطلع أرتب. طيب أسحب الطنان إلى الأعلى، أشبك الطرف السالب بهالشكل على الجراوند. طبعا هنا لو تلاحظون الجراوند، والطرف الموجب حيروح على الـP2 بهالشكل. حلوين. نمسك الآن مستشعر الحركة، أحاول ألفه بهالشكل. طبعا لو لاحظتوا، يا الله يا ملف مرة ثانية، لو لاحظتوا أنا مستشعر الحركة فيه ثلاث مدخلات. أول مدخل مكتوب عليه الجراوند فبالتالي حيكون توصيل بهالشكل. طبعا أنا ما حاب أغير ألوان الأسلاك، خلاص إحنا نعرف أوريدي. طيب بس إنه هي أرتب صراحة. بعدين هنا مكتوب عليه الباور اللي هو نشبكها في الطاقة التشغيل اللي هي مين 3V هذه بهالشكل. وعندي السلك الأخير مكتوب عليه السيجنال اللي هو أشبكه على الزيرو هنا بهالشكل. طيب الآن لو أسوي ستار سيموليشن، لاحظوا شو بيطلع عندي على إنه أنا سويت الآن ستار سيموليشن، المفروض يطلع لي صوت من الطنان الكهربائي ويطلع لي هنا علامة تعجب. كيف أخلي هذا المشروع يشتغل؟ عن طريق مستشعر الحركة. تخيلوا معاي إنه هذا الحرامي. إذن لو الحرامي خرج عن مجال مستشعر الحركة ما راح يطلع صوت، ولو دخل على المجال مستشعر الحركة راح يطلع عندنا صوت إنذار. طبعا مثل ما تلاحظون برضو الأوتبوت عندي علامة تعجب، لأنه أنا حطت لي هنا أنه أنا أبغى الأوتبوت على شكل علامة تعجب على المايكروبيت. إذا عندي 2 أوتبوت، عندي أوتبوت على المايكروبيت أنه يحط لي علامة تعجب أنه في خطأ، وعندي الصوت اللي يطلع من جهاز الإنذار.